أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية على قناة الموريتانية والتي ستتابعون فيها. الوزير الأول يدعو خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي للمساهمة في توطيد الهوية الثقافية الوطنية والتعريف بتراثنا وقيمنا الفاضلة. مجلس الشيوخ يصادق على 3 مشاريع قوانين تشمل اتفاقية التعاون الأمني مع إسبانيا والقانون التوجيهي لمجتمع المعلومات والقانون المتعلق بالجريمة السبرانية. قطاع المياه والصرف الصحي يباشر عمليات حفر واسعة للآبار الارتوازية من أجل توفير المياه لسكان مقاطعة بير مقرين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شكلت مشاركة رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي احتضنته مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا شكلت دفعا جديدا في مسيرة التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية. وقد صدر في نهاية القمة إعلان سمي بإعلان جوهانسبرغ تضمن حرص الجانب الصيني على خلق ديناميكية جديدة للتعاون مع إفريقيا ودعم القارة للصين في المحافل الدولية. تمشيا مع السياسة الخارجية والتوجه الجديد للبلد، تصر موريتانيا على المشاركة المتميزة في المحافل الدولية. المشاركة الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في القمة الثانية للمنتدى الصيني الإفريقي للتعاون الذي احتضنته مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا يومي الجمعة والسبت الماضيين تجسيد لتلك السياسة، وذلك التوجه الرامي إلى تحسين علاقات التعاون مع كافة بلدان العالم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. قمة المنتدى الصيني الإفريقي حول التعاون التي تنظم لأول مرة في إفريقيا كانت ناجحة بمقياس المشاركة، حيث جمعت إلى جانب رئيسي الدورة الرئيس الصيني ورئيس جنوب إفريقيا أزيد من 40 رئيس دولة أو حكومة، كما تميزت بتطابق وجهات النظر الصينية والإفريقية حول مجمل القضايا المطروحة سواء تعلق الأمر بحل الأزمات أو الأمن أو الاستثمار. الإعلان الصادر عن هذه القمة ذمن نتائج المنتدى الثاني للتعاون الصيني الإفريقي مبرزا توافق الطرفين على رفع مستوى شراكتهما وجعلها نموذجا يحتذى في عالم التكتلات السياسية والاقتصادية. في جنوب إفريقيا وعلى هامش القمة التقى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني وبعض القادة الأفارقة في جلسة عمل كانت مناسبة للخوض في السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الموريتانية الصينية من جهة والصينية الإفريقية من جهة أخرى. رئيس الجمهورية أجرى في طريقه إلى جوهانسبرغ توقفا في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث كان في استقباله أخوه وصديقه تيودور أوبيانغ غيما الذي أجرى معه مباحثات حول بعض القضايا التي تهم بلدهما. كما كان رئيس الجمهورية موضع استقبال ووداع كبيرين في جوهانسبرغ. انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات فعاليات البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي المنظم تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز. وقد ألقى الوزير الأول السيد يحيى والحدمين خلال إطلاق البرنامج ألقى خطابا دعا فيه جميع الموريتانيين إلى المساهمة في توطيد الهوية الثقافية الوطنية والتعريف بتراثنا وقيمنا الفاضلة ونشر ما يميزها من روح التسامح والتعاضد والاعتراف بالاختلاف واحترام الآخر وبث ثقافة السلام في العالم. فيما يلي ندعوكم لمتابعة هذا الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية، السيدات والسادة المنتخبون وممثلو منظمات المجتمع المدني، السادة المشايخ والباحثون والعلماء، أيتها السيدات أيها السادة،
يتميز شعبنا بعدد من السمات يعود لها الفضل في الحفاظ على روح التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة والمتنوعة، وفيما نتمتع به من ذكر حسن عبر العصور. وتنحصر هذه السمات الفاضلة في منظومة من القيم والأخلاق التي حرصنا على التمسك بها والدفاع عنها وإشاعتها عبر العالم من خلال رحلات علمائنا وجولات تجارنا في مشارق الأرض ومغاربها، حيث كانوا دائما رسول حلم ومحبة وسلام قبل كل شيء، وفاء لما يمليه عليهم الدين الإسلامي الحنيف. وهي قيم وفضائل نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للتمسك بها بقوة، ونحن نواجه تيارات العولمة الجارفة وما تحمله من خطر على الهويات الثقافية للشعوب، وما يترتب عليها من هزات عنيفة تهتك الأعراض وتشتت الشمل وتزرع الخوف واللا أمان في كل مكان. وقد أدرك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز هذه الحقيقة بأبعادها كلها، فأصدرت توجيهاته السامية للحكومة من أجل اعتماد برنامج طموح وواسع لإحياء التراث القيمي ونشره والمحافظة عليه ووضعه في متناول كافة مكونات الشعب وخاصة الشباب والأطفال، وذلك حرصا منه على قيام نهضة حقيقية قوامها تزويد الأجيال بالتربية السلمة وتكوين المواطن الصالح المتشبع بمنظومتنا الأخلاقية المتميزة القائمة على قيم الوسطية والاعتدال والسلم والتقارب بين الشعوب. أيتها السيدات، أيها السادة، دعما لهذا التوجه فإنني أدعو جميع الموريتانيين للانخراط في هذا المسعى النبيل والمساهمة فيه كل من موقعه، توطيدا للهوية الثقافية الوطنية وتعريفا بتراثنا وقيمنا الفاضلة، ونشرا لما يميزها من روح التسامح والتضامن والاعتراف بالاختلاف واحترام الآخر وبث ثقافة السلام في العالم. وأود بهذه المناسبة أن أجدد عزم الدولة الموريتانية على الحفاظ على مختلف مكونات التراث أمتنا الثقافي الثري، واستلهام ما يزخر به من معان سامية ومن أسباب المنعة والاقتدار. ذلك أن الإنجازات الكبرى التي حققناها في جميع مناحي الحياة في بلادنا لا يمكنها أن تؤتي أكلها إلا في مجتمع متماسك ومتصالح مع ذاته وقيمه الفاضلة، وحريص على استنهاض كل ما يضمن ديمومة معاني الصدق والأمانة والتضامن فيه وحسن تدبير شؤونه، وهي كلها قيم مستمدة من حضارتنا الإسلامية والعربية والإفريقية. والله أسأل أن يسدد خطانا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويلهمنا سبل توفير الأمن والقسط والرفاهية لشعبنا لتشييد موريتانيا قوية بقيمها وسائرة على نهج البناء. وأعلن على بركة الله الانطلاق الرسمي لبرنامج إحياء التراث القيمي، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويهدف البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي لاستنطاق تراثنا الأخلاقي لتحرير عقد اجتماعي يعتمد ويتأسس على مجموعة من القيم الأخلاقية الأكثر تجذرا في المجتمع، وفي مقدمتها تلك التي تستمد معانيها من التراث الإسلامي كالتكافل الاجتماعي والصدق والأمانة والصبر وغيرها من القيم الفاضلة. التراث القيمي منظومة فكرية وأخلاقية تواضع عليها المجتمع انطلاقا من ثقافة إسلامية وتراث عريق وإنساني مشترك، وهي تخرج عن نطاقها الفلسفي لتشكل إطارا جامعا يستمد قوته من شرعية متأصلة
وقيم متوارثة، فتكتسب قوة قانونية وتتحول إلى عقد اجتماعي يبث في الأمة قيم التسامح والصدق والأخوة وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة في وجه تيارات جارفة. وفي هذا الإطار تتنزل عملية انطلاق هذا البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي الذي يراد له أن يؤسس لاستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال. وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم تسعيان من خلال هذه الفعاليات إلى مراجعة المنظومة القيمية للمجتمع والعودة به إلى موروثنا الأخلاقي التليد من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات بهدف تعميم التراث القيمي المشترك. أود في مستهل هذه الكلمة وبعد الترحيب بكم جميعا كل باسمه واسمه أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز على ما أبداه وعبر عنه وعمل به من همة لا تلين في سبيل وضع الأسس الكفيلة بتصالح أمتنا مع ذاتها عبر إحياء ودعم الثقافة والتراث بشكل عام بوصفهما المصدر الأول لإشاعنا الوطني المرتبط بالمروءة والإباء في مخيلة الآخرين من حولنا. إذ لا يفوت عليكم أن ثراء ثقافتنا وتنوعها وتكامل مكوناتها وحتمية الحفاظ عليها يتطلب منا تثمينها وصيانة تراثها بوجه عولمة تجعل من الممتلكات الثقافية مجرد السلع، مما يهدد في غياب مجهود وطني فعال الأسس الثقافية التي تشكل صمام الأمان بالنسبة للأمم. وقد برهن فخامة رئيس الجمهورية بما فيه الكفاية على إدراكه لأن الثقافة هي أكبر ركائز الزيادة الوطنية، ومن ذلك المنطلق أعطى توجيهاته بشكل صريح. واليوم وبدفع منكم معالي الوزير الأول فإن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بدعم من مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان قد قامت هذه السنة بتسجيل وتصنيف عدة ممتلكات ثقافية مادية ولا مادية على لائحة التراث الوطني وبحفظ عدة مواقع أثرية، ونجحت منظمتان غير حكوميتين موريتانيتين في أن تعتمد لدى اليونسكو. غير أن الخطوة الأهم في هذا المجال تبقى وضع واعتماد البرنامج الوطني للتنمية الثقافية من طرف الحكومة. وكان ممثل اليونسكو في بلادنا السيد أندرو كايرو قد ذمن في خطابه بالمناسبة مشاريع النهوض بالتراث القيمي في موريتانيا، مؤكدا أن هيئته تواكب هذه الجهود وذلك سعيا إلى استفادة المجتمع من القيم التراثية التي يشكل إحياؤها هدفا ساميا لدى اليونسكو. وتتضمن فعاليات هذا اليوم ندوات فكرية وسهرات فلكلورية موازية على أن يتم تفعيل باقي مكونات الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التراث القيمي الوطني في غضون السنوات القليلة القادمة. ويسعى البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي للتشبث بالسمات الفاضلة من منظومة من القيم والأخلاق التي حرص مجتمعنا على التمسك بها والدفاع عنها وإشاعتها عبر العالم من خلال رحلات علمائنا وجولات تجارنا في مشارق الأرض ومغاربها، إضافة إلى الأدوار التي لعبتها محاضرنا في نشر وتعليم قيم الوسطية والتسامح والإخاء. تزخر بلادنا بمخزون من التراث الأصيل تعددت أشكاله ومضامينه وتوزعت على خريطة الوطن مواقعه عبر كم هائل من التراث الإسلامي القديم يتمثل في المحاضر التي لعبت دورا كبيرا في نشر الإسلام وعلومه في أدغال إفريقيا، ومكتبات زاخرة بالقيم والمثل العليا ساهمت في إرساء حضارة إسلامية وصل إشعاعها بلدان عربية وإفريقية. البرنامج كبير يعني يدم عن رغبة صادقة من القيادة الوطنية في إحياء تراث هذا المجتمع من أجل ربطه بهويته وتذكيره بأخلاقه وقيمه المجتمعية التي كانت ضامنة لوحدة الأمة ولتسامح الأمة ولترابط الأمة وتماسكها وتبادلها المنافع بطريقة سلسة مبنية على الأسس الإسلامية والأخلاق الفاضلة. ذروة ثقافية تجمع بين الفلكلور والمخزون الأدبي والعلمي عملت الدولة على إطلاق البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي لتجعلها في متناول الجميع من خلال برامج موجهة لكافة فئات المجتمع.
هذا برنامج خاص بإحياء التراث المتعلق بالقيم الفاضلة التي عرفها هذا المجتمع، فيها قيم خاصة بالمجتمع الموريتاني وفيها قيم عالمية معروفة مشتركة بين جميع الشعوب، وهو أساسا يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الموريتاني حول ضرورة تمسكه بقيمه التي ورثها قرنا عن قرن أو قرونا عن قرون. والاستحضار الماضي المشرق لموروثنا الثقافي، دأبت الدولة على تنظيم وتشجيع المهرجانات الثقافية لتعيد الاعتبار لكنوزنا التراثية وتحيي في نفوس الأجيال قيم حضارتنا الإنسانية. من النشاط البرلماني، استقبل رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد والبليل صباح اليوم بمكتبه الدكتور محمد علوش ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين. تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بلادنا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القضايا المشتركة. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية ونائب رئيس فريق حقوق الإنسان بالجمعية الوطنية. إذن على مستوى الجمعية الوطنية دائما اجتمعت اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية برئاسة محمد والسيد والكلاي رئيس اللجنة، خصص الاجتماع لدراسة مشروع القانون المتضمن المصادقة على المدونة الدولية للملاحة والنقل عبر نهر السنغال، والقانون الذي يقضي بالمصادقة على المعاهدة المنشئة لوكالة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال، وذلك بهدف دعم التنمية المحلية للسكان في هذه المنطقة. مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم البشير. على مستوى الغرفة الثانية، عقد مجلس الشيوخ اليوم جلستين علنيتين لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تشمل اتفاقية التعاون الأمني بين بلادنا وإسبانيا والقانون التوجيهي لمجتمع المعلومات، إضافة إلى القانون المتعلق بالجريمة السبرانية. ترأس الجلستين الحاج عبدول نائب رئيس مجلس الشيوخ، ومثل الحكومة فيها وزير الداخلية واللامركزية والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. الجلسة العلنية الأولى لمجلس الشيوخ التهمت برئاسة الحاج عبدول با وبحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد دول عبد الله ممثلا عن الحكومة ومحاطا بكبار معاونيه. وقد خصصت الجلسة لنقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومة بلادنا والمملكة الإسبانية، تم توقيعها بمدريد بتاريخ 26 مايو 2015. وفي مستهل حديثه أمام السادة الشيوخ قال السيد الوزير إن الهدف من الاتفاقية هو إقامة شراكة في جميع المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الدولتين والمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الاتفاقية ستسمح بزيادة التعاون في مجال التكوين المهني والمتخصص وتبادل الخبرات. السادة الشيوخ من جانبهم طالبوا الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل تأمين البلاد، كما طرحوا مجموعة من التساؤلات شملت المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاتفاقية والوضع الأمن الراهن في العاصمة. مداخلات السادة الشيوخ وتساؤلاتهم رد عليها السيد وزير الداخلية واللامركزية. وفي ختام الجلسة صادق السادة الشيوخ على مشروع القانون. مجلس الشيوخ عقد كذلك جلسة علنية ثانية لنقاش مشروعي قانون يتضمن أحدهما القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالجريمة السبرانية. ترأس الجلسة السيد الحاج عبد البا، ومثل الحكومة فيها معالي وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد مختار ملالجا مصحوبا بكبار معاونيه. وخلال حديثه أمام السادة الشيوخ شرح السيد الوزير أهم مواد وبنود القانونين، مؤكدا أنهما يهدفان إلى وضع أسس قانونية ومؤسسية تضبط وتنظم المجتمع الموريتاني للمعلومات،
هذا إضافة إلى أن القانون المتعلق بالجريمة السبرانية سيسمح بتشييد البنى التحتية الضرورية وخلق الظروف الملائمة للاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها تقنيات الاتصال في عديد المجالات كالتعليم والمبادلات التجارية والصحة. مداخلات السادة الشيوخ ركزت على خدمات شبكات الاتصال والمطالبة بتكوين كفاءات وطنية لمحاربة ومواجهة الجريمة السبرانية. وخلال رده على تساؤلات السادة الشيوخ أكد السيد الوزير أن الدولة تعمل على تحسين خدمات الاتصال وأن مشروعي القانون سيساهمان في تعزيز وتحسين الخدمات في مجال الاتصالات. وفي ختام الجلسة صدق السادة الشيوخ على مشروعي القانون. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على تدشين جملة من المحاضر النموذجية على مستوى ولايات نواكشوط. جاء ذلك أثناء تراوسه حفلا أقيم بالمناسبة في محضرة نموذجية بمقاطعة الميناء. وستستفيد مقاطعة نواكشوط المختلفة من محاضر نموذجية مماثلة سيكون لها الأثر الإيجابي على واقع التعليم في هذه الأحياء السكنية. تجربة المحاضر النموذجية تعبر عن نفسها في أكثر من منطقة سعيا إلى توسيع دائرتها لتشمل أكبر قدر ممكن من التجمعات السكنية المستهدفة من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. هنا حطت رحالها على مستوى ولاية نواكشوط وتعددت في مقاطعاتها لتكون هذه المحضرة النموذجية بحي التوبة بالميناء هي منطلق التدشين. لقد تم توجيه عطاء المحاضر النموذجية إلى المناطق الأقل حظا من التعليم وخصوصا مثلث الأمل والجيوب الملاحظة في بعض المدن الأخرى وخصوصا ولايات نواكشوط التي ندشن فيها اليوم محاضر نموذجية من بينها محضرة خاصة بالبنات. وتتكفل الدولة بكل نفقات هذه المحاضر على المستوى الوطني من حيث السكن والتجهيزات والرواتب والمنح، وذلك تشجيعا للفقراء ودعم قدراتهم الذاتية مساهمة من القطاع في الجهود الرسمية المبذولة للرفع من مستوى التعليم من جهة ولمحاربة الفقر والتهميش من جهة أخرى. وخلال هذه الانطلاقة الاحتفالية كان رد السكان مفعما بالتثمين والشكر والتقدير على ما وجدوه من عناية واهتمام. شاكرين سيادة الوزير والوفد المرافق له، وشاكرين لهم جزيل الشكر لهذه المحضرة النموذجية اللي أكيد اللي تستفاد من ساكنة هذه المقاطعة اللي قال الميناء، اللي نعتبر أن هذه المقاطعة مقاطعة ساكنتها ياسرة والله الحمد وفاصلة في هذا النوع من المحاضر به اللي جل هذه الصبيان تنجبر ماشية في الشوارع به اللي ما هي متعلمة ولا هي واحدة في شيء. بعد تدشين هذه المحضرة تفقد السيد الوزير تلاميذ المحضرة واطلع على مستوياتهم وتعرف على مستوى تقدمهم، ثم أشفع السيد الوزير تدشين المحضرة بزيارة ميدانية لنموذجية أخرى ولكن هذه المرة في مقاطعة تجونين ليقف على واقع الدراسة وإقبال التلميذات. وقد خصصت هذه المحضرة للبنات بشكل كامل وحظيت بارتياح من طرف السكان. وهذه المحضرة ذهي ما أنا صايبين عنها، ما علمني الله أننا صايبين عنها بناش بنا اللي بناتنا كانوا قاع ما نعرف قاعد اللي خالقنا شنو. وحامدنا الله وشاكرينه على وجودكم انتم وعلى وجود هذه الأئمة اللي داخل ورئيسنا جزاهم الله خيرا. المحاضر النموذجية وهي منطلقة على مستوى ولاية نواكشوط ستعطي لمنتسبها ميزات ستؤتي أكلها في الزمن الآتي وفق ما تخطط وتسعى له إدارة المحاضر بالوزارة. إلى أقصى شمال البلاد، حيث أدى وزير المياه والصرف الصحي أمس زيارة اطلاع وتفقد للأشغال الجارية لحفر آبار ارتوازية في مقاطعة بير مقرين. وتستهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على مدى تقدم الأشغال الجارية في حفر هذه الآبار. مخيمات مترامية في مناطق مختلفة من مقاطعة بير مقرين في رحلة بحث عن مراعي خصبة خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة والتي شكلت مصدر شذب لمئات المواشي من عدة مناطق في البلاد. ونظرا لما تمثله ندرات المياه من تحدي للمنمين في مقاطعة بير مقرين وخاصة عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، فقد اختطت وزارة المياه والصرف الصحي برنامجا طموحا
للبحث عن المياه من خلال حفر آبار أرتوازية أعطى بعضها حتى الآن نتائج مشجعة. تعرفون مقاطعة البير تتسم خاصة السنة ولله الحمد بوجود مخزون رعوي معتبر، غير في نفس الوقت تعاني من شح كبير في المياه، ولذا وبتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قامت الوزارة للسنة برنامج تنقيب خاصة في الناحية الشمالية، وحدت 12 مكان ربما يعود موجود فيهم المياه. من الليل أسبوعين بدأنا بصفة فعلية في عملية الحفر، وفتنا جبرنا مؤشرات إيجابية في بليتين إلى ثلاثة بدل اللي احنا فيها، والبرنامج متواصل. وزير المياه والصرف الصحي السيد إبراهيم المبارك أدى رفقة والي تير زمور السيد سلمو السيدي زيارة ميدانية لأحد المواقع التي يتم فيها الحفر حاليا في ضواحي بير مقرين، حيث اطلع كثب على المراحل التي وصلت إليها عمليات التنقيب، وتلقى شروحا وافية عن المعطيات الفنية ذات الصلة بالعملية التي شكلت بالنسبة لمنمي المقاطعة فرصة للتعبير عن الامتنان وتقديم الشكر للسلطات العليا في البلد. زين عند المعالي وعاد ركاته مبارك معاذه، ونحن حاصلين عند ركن من المنمين، خطرنا الشاكرين فخام سيد الرئيس محمد العبد العزيز الجهود اللي قام بها للمنمين مغاط بير مقرين، تواجد الحفرات والآليات الحديثة اللي مشاتلين أقصى شمال مقاطعة بير مقرين. مشكلة دائما مطروحة أنها كانت مشكلة المياه، وضركاتي نعتبره بعد أن هذا المشروع وفى حل ذي المشكلة، ومذمنين عاليا بتعليمات من رئيس الجمهورية، بيوفر بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. وتأتي زيارة وزير المياه والصرف الصحي لمناطق التنقيب عن المياه في مقاطعة بير مقرين من أجل إعطاء دفع للعملية وتسريع وتيرة العمل بغية تحقيق النتائج المطلوبة. بير مقرين هذه السنة التي حباها الله بأمطار غزيرة وبمراعي خصبة ستكتمل فرحة منميها عندما ينتهي العمل في حفر هذه الآبار، نظرا لما ستساهم فيه من إطالة فترة الانتشاع في المقاطعة. سيد أحمد البوكار سيرة بير مقرين الموريتانية. هنا بالعاصمة وشح وزير التهذيب الوطني صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية بمدرسة الامتياز بتفرغ زينة عددا من وطور وموظفي قطاعه، وعلى هامش الزيارة أدى السيد الوزير زيارة للمؤسسة واطلع خلالها على سير العملية التربوية فيها. ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني، وشح وزير التهذيب الوطني سيد باع عثمان باسم رئيس الجمهورية بمدرسة الامتياز بتفرغ زينة عددا من أطر وموظفي الوزارة، وشمل التوشيح بوسام من الدرجة الأولى صفية متبنبة مدير جهوية، سيدات ولي الشيخ مدير ثانوية امتياز، لي عمر عبد الله مفتش تعليم، وبوسام من الدرجة الثانية الشيخ محفوظ والمحمد محمود من ديوان الوزير، محمد والمحمد سالم مدير مدرسة ابتدائية، أمادو فاليلي أتشي مدير مدرسة، وبوسام من الدرجة الثالثة محمد المختار والمحمد محمود أستاذ تعليم ثانوي، وجوم بدر الدين معلم. وبعيد حبل التوشيح استعرض السيد باع عثمان تلاميذ وطاقم التدريس بالمدرسة قبل أن يتابع مراسم رفع العلم بها مصحوبا بأداء تلاميذ للنشيد الوطني. بعد ذلك تابع السيد الوزير شروحا حول قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المؤسسة وتوفر معلومات دقيقة عن بنيتها التربوية ومواردها البشرية والمادية. وتضم مدرسة الامتياز بتفرغ زينة 180 تلميذ وتلميذة من السنة الأولى إلى السنة السادسة موزعين بمعدل 30 تلميذ في كل قسم، وتفرض المدرسة زيا موحدا على تلاميذها. حققت بل تسلم مفوض الأمن الغذائي صباح اليوم بمخازن المفوضية هدية من السفير الياباني في العاصمة، تتمثل هذه الهدية في 780 طنا من الأرز. يأتي هذا الدعم في إطار دعم جهود بلادنا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، سعيا نحو تفعيل دورها الريادي في تعزيز الأمن الغذائي الوطني
وإيمانا منها بضرورة التدخل العاجل لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة، التأم شمل الطاقم الإداري لمفوضية الأمن الغذائي مع السفير الياباني في نواكشوط لاستلام هدية معتبرة تتمثل في 780 طنا من أجود أنواع الأرز الياباني العالمي. مفوض الأمن الغذائي شكر بالحكومة اليابانية على هذه الهدية التي ستعزز لا محالة المخزون الوطني من المواد الغذائية. إنه شرف عظيم أن أشرف معكم يا سعادة السفير على استلام هذه الكمية المعتبرة من الأرز الياباني والتي تبلغ 7852 طن هدية من دولتكم الصديقة، والتي تعبر عن مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سعادة السفير، ستساهم هذه الهدية لا محالة من الرفع من المستوى المعيشي للسكان، وأن تهز هذه السانحة لأتقدم بالشكر الجزيل باسم الحكومة الموريتانية إلى حكومة اليابان الصديقة على الدعم الذي ما فاتت تقدمه لبلادنا، وخاصة في مجال دعم الأمن الغذائي. هذه الهدية تأتي لتتويج مسيرة حافلة من التعاون القائم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والحكومة اليابانية، التي أكد سفيرها بهذه المناسبة حرص بلاده على مواصلة الدعم لموريتانيا في إطار برنامجها الوطني للأمن الغذائي. يسعدني أن أحضر اليوم حفرة تسليم حوالي 7800 طن من الأرز اليابانية، وذلك في إطار برنامج الأمن الغذائي 2014 والذي تم توقيع عليها في 27 نوفمبر 2014 في السنة الماضية. وأتمنى أن يساهم هذا الرد في تحسين الظروف المعيشية للسكان أكثر هشاشة في البلاد. وبهذه المناسبة فإنني أعرب عن ارتياحي للتسيير المحكم للصندوق المقابر النقدية، وأتمنى أن تتمكن موريتانيا بفضل هذه المساعدة من الإسهام في ضمان الأمن الغذائي بما ينعكس إيجابيا على حياة الموريتانيين. احتضنت مدينة الشام صباح أمس انطلاق إشغال الورشة الخاصة بالتحضير لانطلاق مشاريع إنمائية بهذه المدينة الناشئة. تنظم هذه الورشة الحظيرة الوطنية لحوض أرجين بالتعاون مع مؤسسة مبادرات العالمية للعمران، التي نفذت مشاريع مماثلة في بعض البلدان العربية والإسلامية. تسعى هذه الورشة إلى بحث السبل الكفيلة لإقامة مشاريع إنمائية في مختلف المجالات من أجل تطوير وعصرنة مدينة الشام الناشئة والحاضنة للحضارة الوطنية لحوض أرجين، وذلك بشكل يتلائم مع النظم البيئية. يسعدني أن أشرف معكم اليوم على افتتاح هذه الورشة التي تندرج في إطار وضع اللبنة الأولى لتعاون مثمر إن شاء الله من أجل تصنيف مدينة الشام ثالث مدينة من مدن الخير تطلقها المبادرة العالمية للعمران بالتعاون مع الحظيرة الوطنية لحوض أرجين، وذلك من أجل تحويل مدينة الشام الفتية إلى مدينة عصرية يعيش فيها الإنسان بشكل كريم في أمن ورفاهية وانسجام تام مع بيئته. وتشكل مدينة الشام والحظيرة الوطنية لحوض أرجين وحدة متكاملة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة للمدينة، تأخذ بعين الاعتبار الوسط الطبيعي وما يتطلبه من رعاية واهتمام. ستعمل الحظيرة بالتعاون مع السلطات الإدارية والبلدية في مدينة الشام ومبادرة العمران العالمية على تجسيد توصيات هذه الورشة على أرض الواقع، وذلك من أجل إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحالية واستشراف رؤية مستقبلية تجعل من مدينة الشام والحظيرة الوطنية لحوض أرجين قطبا تنمويا يعيش فيه الإنسان بأمن ورفاهية وانسجام تام مع بيئته ومحيطه الطبيعي. المبادرات العالمية للعمران تدخلت في مدن عربية وأطلقت فيها العديد من المشاريع الإنمائية والاقتصادية. احنا من الضروري النظرة بتاعتنا تكون مش نظرة جزئية،
ما تبقاش نظرة فقط خاصة بالبيئة أو خاصة مثلا فكرة التنمية الاقتصادية بس خاصة بالاقتصاد أو كذا، لا، احنا قلنا مدن الخير هي المدينة اللي بتتناول كل أنشطة الحياة اللي بتمس الإنسان اللي بيعيش داخل هذه المدينة. لكن استطعنا الحمد لله أنه نتفق على أن يكون هناك مشروع في مدينة الشامي تكون إحدى حلقات سلسلة مدن الخير في العالم الإسلامي إن شاء الله. عمدة الشامي السيد الإمام والسيدي ثمن باسم السكان جهود القائمين على هذه المبادرة، مبرزا أهمية عصرنة مدينة الشامي ودور ذلك في تمكين الساكنة من العيش الكريم. وسيتناول المشاركون في هذه الورشة على مدى يومين عدة محاور، منها خصائص المدينة والإمكانات ورسم الرؤية المستقبلية. وسيناقش هذا المحور أهم الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية والتعليمية لمدينة الشامي ومحاور أخرى مهمة لإطلاق مشاريع إنمائية في هذه المدينة الناشئة. هذا وكان الأمين المساعد للحكومة رفقة رئيس مؤسسة مبادرات العالمية للعمران قد زار فور وصولهما لمدينة الشامي المركز الصحي بالمقاطعة والمدرسة ومقر مكاتب مقاطعة الشامي، واستمع الوفد من القائمين على هذه المرافق لشروح وافية عن مكوناتها ومهامها وكذا الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أثار الوفد طريق ركيز ذات الموقع السياحي وأجرى فيها لقاء مع ساكنة المنطقة. في المجال الزراعي بدأت اليوم بنواكشوط أعمال الاجتماع 14 لضباط اتصال برنامج التدخل السريع ضد الآفات العابرة للحدود المعروف ببريس. يشارك في هذا الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية. اجتماع ضباط اتصال برنامج الإمبريس في دورته 14 بغية وضع آلية مستديمة لمكافحة الجراد الصحراوي. ممثل دول اتحاد المغرب العربي الخمس والسنغال ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو سيبحثون في هذا اللقاء السبل الكفيلة بإعداد وثيقة خطة الطوارئ في مجال مكافحة آفة الجراد الصحراوي المهاجر. الاجتماع يهدف إلى تقييم خطة العمل التي يقيم بها خلال 2015 من طرف العشر دول الأعضاء لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي، وإعداد خطة جديدة تتمحور أساسا حول خطة الطوارئ، التكوين، المجال البيئي، مجال المتابعة والتقييم إلى آخر ذلك، بعض المواضيع الأساسية التي سيتم التطرق إليها ومن خلالها إعداد خطة عمل ل 2016. الأمينة العامة لوزارة الزراعة ألقت كلمة وضحت فيها الجهود المبذولة من أجل التغلب على آفة الجراد الصحراوي. شكل التصدي للجراد الصحراوي أولوية في العمل الحكومي في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات المكافحة الوقائية التي تعتبر أكثر ملائمة لتسيير هذه الآفة، وتعتمد هذه الاستراتيجية على رصد ومراقبة أماكن انطلاق اجتياح الجراد بصفة دائمة، والقضاء على التجمعات الأولوية للجراد عن طريق عمليات مكافحة على مساحات محدودة. وبهذا الإطار ونتيجة الدعم المؤسسي والمالي الذي منحته الحكومة للمركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي، تتواصل جهود عمليات المكافحة ضد تجمعات الجراد التي تم اكتشافها مبكرا بفضل استراتيجية الإنذار المبكر المتبعة. ممثل منظمة الأغذية والزراعة في بلادنا السيد عثمان مرافلي شكر في كلمته الدولة الموريتانية على استضافتها لهذا اللقاء الذي سيتطرق المشاركون فيه إلى وضع استراتيجية مستديمة من شأنها مكافحة الآفات العابرة للحدود كالجراد الصحراوي الخطير الذي يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية في المنطقة.
مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء وما سيصدر عنه من توصيات هامة تساعد في تحسين الإنتاج الزراعي في هذه الدول. اختتمت زوال اليوم فعاليات الأيام المفتوحة على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وقد شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في التعرف عن قرب على مكونات هذا الصرح العمراني الجديد، كما مكنتهم من التحول بل التجول في مختلف أجنحة المطار ومعرفة طبيعة الخدمات الحيوية التي يقدمها. اليوم الثامن والأخير من أيام الأبواب المفتوحة على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي تميز بزيارة ميدانية لبعض التشكيلات العسكرية والأمنية الوطنية وموظفون من مختلف القطاعات الحكومية. وقد مكنت هذه الزيارة الوفود الزائرة من التجول في مختلف أجنحة ومكونات المطار، حيث تلقوا شروحا فنية من القائمين على هذا الصرح المعماري حول طبيعة الوظائف الحيوية التي يقدمها ودورها في نمو وتطور النهضة الاقتصادية للبلاد. نشوف بعد أنه مشروع عملاق، هذا مطار جيد جدا وعاطي وجه جديد لموريتانيا ما كان تصل عنده، ويدور على كل حال بعد انه يعود يستقطب كثير من هذو الزوار اللي اصلا قد يعودوا كانوا المطار اللي كان عندنا ما هو امن حتى، وهذا مطار ما شاء الله امن. اريد ان اهنئ الشعب الموريتاني والحكومه الموريتانيه بهذا الانجاز العظيم الذي اعتبره تاريخي بالنسبه لموريتانيا، لانها معلمه اقتصاديه مهمه التي سوف تساعد على تطور البلاد، وما على الموريتانيين إلا أن يكون فخورين بهذا الإنجاز لأنه يضاهي المطارات العالمية. الأيام المفتوحة على المطار الجديد شكلت فرصة كذلك لذوي الاحتياجات الخاصة لزيارة أقسامه والاطلاع عن قرب على الخدمات الموجهة لهذه الشريحة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها. هذه قطعا الأسبوع المفتوح مكن جميع الموريتانية صار كل من قد سافر وشافوا النورمة انترناسيونال، صار كل ما قد سافروا غير يعرفوا اللي كانوا هم فيه عنهم، يعرفوا عن هذا عنه حقيقة عنه شيء جديد وعنه أنشده ما هم من هذا الأحجام اللي هي والتصورات اللي كانوا يعدلوا به اللي من نمط قطع الدولي. وإحنا كاتحادية الأشخاص المعوقين زرناه كمواطنين، غير مولي زرناه كهيئة تهتم بالإنقال الولوج للمباني العمومية، الولوج الخاص بالأشخاص المعاقين، ولاحظنا عن المعايير الدولية اللي توفر الولوج للأشخاص المعاقين عنها انقلص بعين الاعتبار. هي إذن منشأة عصرية ينتظر أن تبدأ عملها في الربع الثاني من السنة المقبلة، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تطبيق طرق السيارة المعتمدة عالميا سبيلا للمحافظة على دورها الحيوي في مجال النقل والشحن الجوي في بلادنا. لتوفير النقل للطلاب بشكل منتظم يجعلهم في ظروف تمكنهم من حضور الحصص في الوقت المناسب، قامت الجهات المختصة بزيادة عدد من عدد الحافلات المخصصة لنقل هؤلاء الطلاب. على بعد كيلومترات قليلة من وسط العاصمة نواكشوط يقع المركب الجامعي الذي يعتبر صرحا علميا وطنيا بالمواصفات المتعارف عليها عالميا. ولوصول الطلاب إلى هذا الصرح العلمي تم توفير خدمة نقل الطلاب من وإلى الجامعة عن طريق حافلات خاصة بهم، حافلات يرى الطلاب أنها لم تكن كافية لنقل جميع الطلاب. أنا سكان دار نعيم، نوقف على قدرون نمشي مع الصباح ونوقف على قدرون، كان يأخذ لي بيس 24 الأيام الأولى كنا نركب فيه يقال متعاجن، الأيام الأخيرة ما كنا نجبر في أي بلاصة تمو فهم التاسعة أول شيء بعد قالت عندنا تخطيط عن توفر النقل، هي الطلاب ما قد يطلعوا من دولة معنا ذول دور الدولة عن توفر النقل. أنا من الدولة اللي قبل تصير مؤسسة كاملة عدلت فيها كلام مليار وعدلت فيها سابق تعدلت عدل بسرعة نقل. تبكر مع الصباح وتم واقف على قدرون
باقي لي وقع بيس الشاقة وقع موقف يلي الشوفير لا وقف ما عنده فاش رافدو ما هيش كان الشوفير ولا ينقال عنه ما وقفنهم بيلي ما وقف ما عنده بلاص يبدأ أن البيسات يتوفرون البيسات يزادنا عدد من العدد اللي عندنا أرك موقع البيسات. ولتوفير النقل بشكل كامل ومنتظم تم اتخاذ إجراءات تكميلية. عدد الباصات أصلا في السنة الماضية كان 23 باص، ولين زاد عدد الطلاب السنة نظرا لانتقال كلية الآداب والعلوم الثانية للمركب عدد 40 باص. 40 باص هي الاتفاق بين وزارة التعليم العالي وشركة النقل. طبعا اعلن قد يعودوا في باصات ما يصالحها للاستغلال نظرا للتعثرات فيها، ولكن الامور كامله مقبوضه والحكومه جاده على ان هذه القضيه تنحل. وهو السبب قلت لكم على انه الباصات اللي كانت موجهه للنقل العمومي في المدينه انقبضت ووجهت دار تحت تصرف الجامعه، والباصات اللي كانت منشات اخرى ومؤسسات اخرى وجهت ايضا للجامعه. هذا زياده اعلن فيه فم صفقه لأربعين باص جديد فتبتدأ فيها وننتظره من حين إلى آخر. جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب التي تضم أكثر من 3000 طالب كانت هي أول المكونات التي اكتملت في المركب في السنة الماضية، وانضافت إليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية هذه السنة والتي تضم أكثر من 5000 طالب، بينما تشهد مختلف المكونات الأخرى تقدما في الأشغال. ما كنا في جامعة حقيقة، هون عدنا في أجواء أخرى. والله لأنكم منين دخلتوا هون في المركب الجامعي لاحظتوا أنكم عدتوا في بلاد أخرى، ما هي البلاد اللي كان قال لجامعة نواكشوط اللي كانت هي الخالق. كانوا الطلاب يقرأوا في قاعات مكتظة، القاعات اللي قدرتها الاستيعابية 70 دار فيها 140، والمدرجات اللي قدرتهم الاستيعابية 600 دار فيهم 800، وكل طالب جالس على صاحبه، وظروف كل ما كان فيه شيء اسوه وشنو مواتي للدراسة في التعليم العالي. الآن لله الحمد خلقت استثمارات كبيرة، الدولة من 2009 استثمرت في التعليم العالي وعدل مركب جامعي على النظم العالمية، وهذا يلا نعودوا كاملين نثمنوه ونذكروه. أعلننا عندنا مؤسسة للتعليم العالي فيها كل ما يحتاجه الطالب. الآن هذه المشكلة اللي ويلا يتفقدوا الطلاب كاملين على أنهم في الظروف اللي كانوا فيها تغيرت كاملة. ويتكون المركب الجامعي من مكونات مختلفة تضم كليات العلوم والتقنيات والطب والقانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية ومكتبة جامعية ومطعم وسكنا للطلاب وآخر للطالبات وتجهيزات اجتماعية وثقافية. في الأنباء الدولية، ضمن هذه النشرة عبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصل إليه فرقاء ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد. وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب الإعلان عن اتفاق المبادئ أن السبسي أكد خلال استقباله وفدين يمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل أكد دعمه للاتفاق، مشددا على أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة. ودعا البيان كافة الأطراف الليبية إلى التواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من أجل الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني. حققت المعارضة في فنزويلا فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بعد أن حصلت على ثلثي مقاعد البرلمان، مما سيؤدي إلى تغيير موازين القوى في البلاد بعد 17 عاما من الحكم الاشتراكي. وفازت المعارضة بنحو 99 مقعدا على الأقل في من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 167 وفق رئيسة المفوضية الوطنية للانتخابات، ونال الحزب الاشتراكي الحاكم 46 مقعدا في البرلمان. وأقر الرئيس نيكولاس مادورو بهزيمة حزبه في الانتخابات مؤكدا في كلمة تلفزيونية بعد إعلان النتائج رسميا: نقول لفنزويلا إن الدستور والديمقراطية انتصرا.
وجهت شرطة مكافحة الإرهاب لبريطانيا أمس تهمة محاولة القتل إلى محي الدين مير الذي اعتقل بشبهة طعنه لشخصين في محطة مترو ليتونستون بشرق لندن مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهم إصابته بالغة. يذكر أن عملية الطعن تمت في الأسبوع نفسه الذي صوت فيه البرلمان لمصلحة توسيع نطاق الغارات الجوية التي تشنها لندن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ليشمل سوريا أيضا. الآن نتحول وإياكم إلى الفقرة المخصصة لأخبار الرياضة ضمن هذه النشرة مع محمد طلحة. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الرياضية. حقق نادي تفرغ زينة حامل لقب الدوري الوطني لكرة القدم فوزا كبيرا على فريق الإكسر ضمن الجولة 7 وذلك بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، رافعا رصيده ل 16 نقطة في المركز الأول. وأظهرت المباراة قدرة مدرب تفرغ زينة مخضرم بلامقي على التحكم في وسط الملعب والتركيز على مهاجمه القناص الفلاني، وكان بالإمكان مضاعفة النتيجة وسط غياب كامل واستسلام من طرف فريق الإكسر خلال شوط المباراة الثاني. وفي باقي النتائج، خيم التعادل السلبي دون أهداف على مجريات اللقاء الذي جمع بملعب الشيخ والبيديا بين فريقي الوئام وأفسي تفرغ زينة، فيما حقق زمزم فوزا كبيرا على الحرس ب4 أهداف مقابل هدف ليصعد نحو مراكز الوسط. واستطاع فريق وسنين بمدينة والبو أن يحقق فوزا صعبا على حساب فريق اتحاد العصابة بنتيجة هدف دون مقابل ليحتل المركز الثالث ويبقى على حظوظه قائمة للتنافس على لقب الدوري الموسم الحالي. وحقق نادي تجنين فوزا مفاجئا على حساب فريق الجيش بنتيجة 5 أهداف دون مقابل. افتتح نادي تفرغ زينة لكرة القدم بطل الدوري الموسم الماضي أكاديميته الرياضية بالعاصمة المرشوط، وستعمل هذه الأكاديمية على تكوين اللاعبين وصقل مواهبهم وفق أحدث طرق التكوين في مجال كرة القدم. شهدت الدورة الأولى لكأس السيدة الأولى للرياضة القتالية المنظمة من طرف نادي الوحدة للثقافة والرياضة النسائية مشاركة نوعية من طرف أندية وفرق الرياضة القتالية خاصة الكاراتيه والجيدو والتيكواندو والجينكفو، وتجاوزت المشاركة 120 من تلامذة أندية العاصمة، حيث قدمت هذه الفرق عروضا متنوعة عكست المستوى الفن الرفيع الذي توصل إليه ممارسو هذه الرياضة النبيلة في بلادنا. كما قدمت في ختام هذه التظاهرة الرياضية أكثر من 100 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى 15 كأسا وزعت على 60 لاعبا فازوا بالمراكز الأولى لهذه البطولة. شكرا على طيب المتابعة، بعد الفاصل عودة إلى بالتليدي. شكرا محمد. نختم هذه النشرة بتذكير بعناوينها. الوزير الأول يدعو خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي للمساهمة في توطيد الهوية الثقافية الوطنية والتعريف بتراثنا وقيمنا الفاضلة. مجلس الشيوخ يصادق على 3 مشاريع قوانين تشمل اتفاقية التعاون الأمني مع إسبانيا والقانون التوجيهي لمجتمع المعلومات والقانون المتعلق بالجريمة السبرانية. قطاع المياه والصرف الصحي يباشر عمليات حفر واسعة للآبار الارتوازية من أجل توفير المياه لسكان مقاطعة بير مقرين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.